مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده وكلمه اخيره. شهداء مجزره النصيرات التي ارتكبت امس ارتفع عددهم الى 247 شهيد، بينما اعلنت كتائب القسام ان 3 من الاسرى الاسرائيليين قد قتلوا في قصف المخيم، منهم 1 ذو جنسيه امريكيه. والوزيران في حكومه الحرب الاسرائيليه بيني كانس وجادي أزينكوت ينسحبان من حكومة الحرب وحكومة الطوارئ وينضمان إلى المعارضة. بيني جانتس قال إن نتنياهو والعائق أمام النصر الإسرائيلي الحقيقي وعودة المحتكزين. وقال أيضا جانتس في خطاب استقالتي أو بيان استقالتي أن نتنياهو هو من يعرقل التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر. جانتس دعا نتنياهو لتحديد موعد للانتخابات وقال إنه مؤيد لصفقة بايدن، وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تكون لديه الجرأة لإنجاحها. بلينكن إلى المنطقة غدا، ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو ويلتقي جانس أيضا. سنتابع تطورات استقالة أزينكوت وجانس وتأثيرها على الحكومة الإسرائيلية في الأخبار، وسنتابع أيضا أخبار منتخبنا الوطني لكرة القدم في غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم إفريقيا. غدا المباراة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وحنتابعها طبعا في حلقة بكرة. أما في النصف الثاني من حلقتنا النهاردة فهنتكلم عن مساندة المريض، خاصة مرضى الأورام. كتير بنتكلم عن الأمراض، كتير بنتكلم عن علاجها، بنتكلم عن المريض نفسه، لكن بنغفل من يساند هذا المريض، وإزاي إن مساندة المريض نفسيا وإنسانيا، مساندة هي حجر الزاوية لنجاح العلاج. ويعني كمان بننسى إنه هذا الشخص المساند، وغالبا بيكون من الأسرة، هو نفسه بعد فترة بيحتاج لعلاج ولمساندة. النهاردة عندنا الدكتور تامر النحاس، أستاذ علاج الأورام بطب القصر العيني، وعندنا 3 من النماذج المساندة اللي لازم نقدم لهم التحية: المخرجة منال الصيفي، الدكتور شريف ناجي، والكاتبة الصحفية أماني درغام. ده هيكونوا معنا في النصف الثاني من حلقتنا. يلا نبتدي الحلقة. إذن منتخبنا الوطني خاض النهاردة تدريبه الختامي على ملعب 24 سبتمبر في غينيا بيساو، وذلك استعدادا لمباراة الغد. المباراة هتكون الساعة 7 مساء في الجولة 4 من التصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، واللي ستقام ما بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. كيف سيكون التشكيل؟ مين هيكون الجول كيبر؟ موقف إمام عاشور، كابتن وليد صلاح الدين نجم الأهلي والمنتخب السابق. كابتن وليد، توقعاتك بكرة إيه لتشكيل حسام حسن؟ مدام لميس، تحياتي ليكي وتحياتي لكل مشاهدينك. إن شاء الله بإذن الله خير، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب ونتصدر المجموعة. والف مليون مبروك للمباراه اللي فاتت، كابتن حسام وجهازه الفني واللعيبه. ان شاء الله نعمل مباراه كبيره باذن الله. يعني مبروك، لكن بصراحة احنا لعبنا تلت ساعة يا كابتن وليد. جبنا التلات نقط، لكن لعبنا تلت ساعة وكنا قاب قوسين او ادنى من ان احنا نخسر التلات نقط وان احنا نتعادل، لانه انكمشنا بعد اول 15-20 دقيقة. مش عايزين ده يحصل لنا. حسام حسن المفروض يعمل ايه كي لا يحدث ذلك غدا في غينيا بيساو؟ هو كابتن حسام بيفكر انه يغير الطريقه، يرجع الطريقه تاني ل 4-3-3، واظن ان ده المقنع يعني برجوع محمد حمدي. هنلعب بالشناوي، محمد هاني، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، دول الاربعه اللي في خط الدفاع. هيجي في نص الملعب مروان عطيه هيلعب 6، واظن ان هو هيدخل حمدي فتحي 8 يمين مع امام عاشور، ويبقوا دول الثلاثه اللي يحموا الثلاثه اللي قدام، اللي هو محمد صلاح وتريزيجيه
ومصطفى محمد. يعني انت شايفه يلعب 4-3-3؟ بنسبة كبيرة هو هيعمل كده يعني. لتأمين الدفاع اكتر بشكل يعني يأمن اكتر على الدفاع. هو طبعا زيزو قدراته الهجومية اكتر شوية، هو عايز يحمي محمد صلاح جدا، وعايز يقلب الطريقة الاربعة 4-2 في الحالة الدفاعية، ان يبقى محمد صلاح ما بيرجعش خالص هو مصطفى محمد. وفي الحالة دي حمدي فتحي خبرته عالية جدا، يقدر يأمن الجانب الدفاعي، يقدر يخلي محمد صلاح ما يرجع. وكمان لو محمد هاني حابب انه يزيد، فحمدي فتحي كورته حلوه كمان في نص الملعب مع مروان عطيه، ويسيب الحريه لامام عاشور مع تريزيجيه طبعا المتالق. عايز اقول لحضرتك حاجه، المباراه اللي فاتت كانت على فترات يا مدام لميس، يعني انا شايف ان الشوط الاول كله اذا احنا بصينا للاداء مش للنتيجه، فاحنا كنا ممكن ناخد ضربه جزاء صحيحه بنسبه 100%، كانت تبقى 3-0. امام عاشور بانفراد صريح جدا ممكن كانت تبقى 4-0، محمد صلاح بكره على ال 18 سهله جدا كان ممكن تبقى 5-0. يعني احنا لو فنشنا الشوط الاول فعدد من الاهداف، اظن ان احنا يعني الشوط الاول كله كنا كويسين. الشوط الثاني صحيح حصل ضروب كبير، في افراط في المجهود، في تغييرات، الكابتن حسام قلق وخاف بعد الهدف اللي في الدقيقه 56. وجهه نظري ان هو لما قلب الطريقه ل 4-4-2 دي ما ادتناش مردود كويس، لان اكرم توفيق لما بيلعب على الطرف قوي قدام محمد هاني ما ادتناش يعني قوه. ومع ذلك الحمد لله طلعنا بالمباراه. طيب. وبذلك يا مدام لميس مفاجات غير عاديه لكل المجموعات يعني. طيب امام عاشور هيلعب ولا لا في رايك؟ يلعب عادي. مش شايف انه مش شايف انه كان في يعني ايه رايك في اللي حصل؟ يعني في ناس قالوا ان هو ما سلمش عليه على كابتن حسام وكابتن ابراهيم وهو خارج، يعني تفسيرك ايه للي حصل؟ الكره اتغيرت في العالم كله. انا هاخد من كلام كابتن وليد الركراتي اللي هو احسن مدرب في افريقيا، اللي هو واخد رابع العالم، في مباراه المغرب حصل لنا نفس السيناريو بالظبط. المغرب اتقدم وبعدين اتدلعوا شويه، حتى هو اتسال على التراخي اللي حصل في الشوط الثاني، وفي نفس الوقت يوسف النصيري وفي نفس الوقت حكيم زياش قلبوا وشهم واعترضوا وهم طالعين وحصل مشكله. هو نفسه كابتن وليد الركراكي قال ان يا جماعه ده وارد جدا في الكوره، ومش عايزين نكبر المواضيع، وبالعكس دي حاجه ايجابيه ان اللعيبه عايزه تلعب وعايزه تكون موجوده. طالما ما فيش حاجه لا اخلاقيه، طالما ما فيش حاجه فيها يعني اعتراض واضح وصريح، ده بيحصل في الكوره. بالتالي احنا مش عايزين يعني نقف عند حاجات. امام عاشور طلع، ممكن يكون يعني متضايق من حاجه، ممكن يكون كان عايز يكمل، ممكن يكون متضايق من رجله، في الاخر ما عملش حاجه. يعني انت مدير كوره في نادي زد، لو ده حصل معاك ما عندكش مشكله، شايف ان انت تعديه لمصلحه مصلحه الفريق؟ مليون في الميه. هو في الاخر هو عمل ايه؟ هو ما سلمش تقريبا على حد. يعني ما فيش يعني حاجه تدعو ان انا اعمل لنفسي مشكله. مين يعني يلعب جول كيبر؟ وحضرتك موقف يورجن كلوب مع محمد صلاح يعني واضح، والراجل لعب ثاني مباراه وكسب الفرقه، يعني ده بيحصل في العالم كله. مين يلعب جول كيبر؟ نفضل مع الشناوي ولا مصطفى شوبير؟ محمد الشناوي هو اللي هيلعب بكره. ليه؟ يعني محمد الشناوي خلاص عمل مباراه كويسه، ممكن يكون ليه نسبه في الخطا في الهدف، لكن ده وارد جدا، لكن هو شال انفراد صريح، راجع، هو حارس مرمى مصر الاول، اي حارس مرمى رقم واحد راجع من اصابه بيرجع يلعب، ده شيء طبيعي جدا، وهو شويه بشويه فورمته هترجع. بالعكس احنا نبقى سعداء جدا بوجود الشناوي ووجود مصطفى في الحاله اللي هو فيها. يعني لو حصل حاجه لا قدر الله، اي حاجه، حتى لما الشناوي وقع في الدقيقه 70 الناس كلها مطمنه ان مصطفى شوبير موجود، دي حاجه كويسه. لكن مين هيقف بكره او مين المفروض يقف؟ هو محمد الشناوي. دور صلاح في هذه المباراه دور كبير. محمد صلاح الكابتن حسام بيحرره جدا في الناحيه الهجوميه، عايزه يتحرك براحته خالص، وشفنا الشوط الاول كله محمد صلاح بيلعب في نص الملعب، عمل انفراد لامام عاشور، عمل كرات بينيه كتير قوي، فالكلام ده هيبقى موجود بكره ان شاء الله. وطبعا محمد صلاح يعني في الحاله الدفاعيه اللي لينا، لو قدر يخطف بقى حاجه من ان احنا نحط له كوره ورا خط الدفاع،
محمد صلاح دلوقتي بقى بيشتغل كاسيست، بيشتغل كبلاي ميكر، وبيشتغل كهداف. فمحمد صلاح زائد طبعا يعني قوه محمد صلاح، غينيا بيساو كلها هتبص على محمد صلاح بكره، هتبقى مهتمه بيه، اكيد هيبقى المدرب حاطط له 2 لعيبه على الاقل يبقوا مامنين محمد صلاح ان هو ما يتحركش كتير. كل دي فوائد لينا احنا، وفوائد لتريزيجيه، وفوائد لامام عاشور اللي جاي من الناحيه الثانيه، وفوائد لمصطفى محمد. ان شاء الله اللعيبه تستغلها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كابتن وليد صلاح الدين نجم الاهلي والمنتخب السابق، وطبعا مدير الفني اللي زاد، ويعني نتمنى للفرقه بكره احراز النصر علشان يكون معانا 9 نقاط. احنا دلوقتي معانا 9 نقاط، يكون معانا 12 نقطه، فتمام يبقى كده لسه طبعا عندنا 5 مباريات اخرى، والتاهل هنا بيكون للاول فقط، ولكن يعني ان شاء الله مجموعتنا مجموعة معقولة في الخطورة. إذا نذهب إلى غزة. جانس وأزينكوت استقالة، قدم استقالتهما من حكومة الحرب الإسرائيلية. يعني جانس تحدث إن نتنياهو هو من يعرقل النصر، هو من يعرقل التحقيقات، ومن يعرقل الموافقة على ما طرحه بايدن من أفكار ومن مبادرة، وأنه موافق على ما طرحه بايدن. هل هذا يعني أنه جانس هو اختيار واشنطن القادم، وماذا يعني ذلك بالنسبة لحكومة نتنياهو؟ الدكتور أيمن الرقبة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. دكتور أيمن، يعني ماذا يعني استقالة أزينكوت وجانس من حكومة الحرب؟ هل هذا يعني يهز عرش نتنياهو؟ بعد التحية أستاذ الأمير لك ولكل فدأة والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. بصراحة خلال 24 ساعة الماضية كنا نتوقع أن يتراجع جانس عن الاستقالة لسببين. السبب الأول عملية النصيرات وتحرير 4 من أسرى الاحتلال الإسرائيلي، والأمر الثاني زيارة بلينكن، وقد يؤجل ذلك إلى زيارة بلينكن. لكن واضح أن طبعا الأبواب أوصدت، لأن حتى نتنياهو اليوم في اجتماع كابينة الحرب لم يدعو لا جينتس ولا أزينكوت، وكان يعلم جيدا ان جينتس قرر الانسحاب. بالتاكيد حكومه الحرب هكذا انتهت، ولكن هذا انتصار بصراحه لبن غفير وسموتريتش الذين اعتبروا ان هذه فرصه تاريخيه لهم ليسيطروا على القرار داخل حكومه الاحتلال الاسرائيلي بشكل اساسي في ظل الحرب. وصرح بن غفير وسموتريتش بشكل واضح ومباشر انه ان الاوان لنتحكم نحن ونحسم هذه المعركه بدلا من المترددين، وكان يقصد ذلك أزينكوت وجانس. طبعا للاسف لو تحدثنا في معيار سياسي فهذا لا يعني ان نتنياهو ستحل حكومته. نتنياهو لا زالت حكومته متماسكه، قوامها 64 طبعا مقعد، حكومه يمنيه متطرفه. من الصعب ان نقول ان انسحاب جانس وأزينكوت دفع باتجاه انهيار حكومه نتنياهو. طيب يعني غدا الانباء انه بلينكن القادم للمنطقه سيلتقي بنتنياهو وبجينتس ايضا، هل هذا يعني انه جينتس يلوح للامريكان وانه يقول انه انا الاختيار القادم، وانه قد يكون الاختيار القادم لواشنطن؟ طبعا جينتس خلال الاشهر الماضيه في الحرب نجم سطع بشكل كامل، واصبح لكثيرون انه هو طبعا المخلص او المنقذ لازم دوله الاحتلال، والامريكان بصراحه اعتبروا ان جينتس هو الاقرب. لكن كلما طلع من الحرب كلما تغيرت المعادله. استاذ لميس، اخر اطلاع راي اجرى الاسبوع الماضي، نتنياهو قفز من 17 مقعد الى 22 مقعد حزب الليكود، ونتنياهو شخصيا في اطلاع راي 35% يؤيدون نتنياهو مقابل 30 لجينتس. فبعد عمليه المسيرات في متابعتنا لاطلاعات الراي في اسرائيل عادت أسهم نتنياهو بالارتفاع، ونتنياهو يراهن بصراحة على هذا الأمر. إذا كلما طال أمد الحرب حقق انتصارات سيرى بذلك أنه سيعود إلى المشهد. لكن كيف يستطيع الأمريكان أو المعارضة أن يقنعوا نتنياهو بالذهاب إلى انتخابات مبكرة حتى لو كانت التقديرات تعطي فوز جينتس؟ فمن سيسهل لجينتس الوصول إلى الحكم؟ الانتخابات معطلة بقرار من نتنياهو، ونتنياهو يقول أنا لن أترك الموقع إلا في نوفمبر عام 2026، وهي فترة نهاية حكمه، وبالتالي الجميع سينتظر حتى نهاية حكم نتنياهو، ونتنياهو حينها سيذهب إلى انتخابات طبيعية وليست انتخابات طارئة.
ماذا يعني كل ذلك بالنسبة لنا، بالنسبة لأولا المفاوضات، بالنسبة لغزة واستمرار الحرب في غزة؟ يعني أنا لا أعتقد أن استقالة جينيس وايزنجوت كانت تؤثر علينا أو بقاؤه سيؤثر علينا بشكل أو بآخر. نتنياهو بعد عملية النصيرات تصلب موقفه وصار على قناعة أنه سيستطيع الوصول إلى كل أسرابه بهذه الطريقة، وهو سيقنع الأمريكان الذين شاركوا حسب نيويورك تايمز وإكسيوس في عمل طبعا النصيرات رغم أنه في واشنطن ذلك، ولكن هذه مواقع أمريكية التي تحدثت عن ذلك. طبعا الخشية بأن لنا سنشهد استمرار لهذه الحرب بشكل بشع دون وجل، دون خوف من هؤلاء المتطرفين من القانون الدولي طبعا أمام عجز الدولي، والأمريكان الذين يترددون. نعرف أن ساعة الانتخابات تضيق والأمريكان لا يريدوا أن يخسروا أيضا اللوب الصهيوني، منظمة الإدارة بالتأكيد وتأثيرها الكبير في أمريكا، وبالتالي للأسف الشديد نحن سنبقى مطحونين في هذه الأشهر القادمة حتى تضع الانتخابات الأمريكية أوزارها. ولا أعتقد أن بلينكن سينجح في جولته غدا وبعد غد في المنطقة، لأنه سيستمر من يوم 10 حتى يوم 12، وستكون المعيقات للأسف من قبل نتنياهو. إذن فقدت مبادرة بايدن قوة الدفع بسبب ما حدث في النصيرات وتحرير الرهائن الأربعة؟ يعني هي فقدت قوة الدفع من اللحظة الأولى لانطلاقها، حيث كان هناك واضح موقف صلب من نتنياهو الذي قال نحن ننتظر موقف حماس، وقال أن هذه الورقة لم تكن من إعدادنا، وأن الرئيس بايدن طبعا استعجل في طرحها وكانت لا تلت في دور النقاش، وبالتالي كل المعطيات تؤكد أن لم يكن هناك رغبة من طبعا الإسرائيليين بشكل حقيقي للوصول إلى هذا الاتفاق. شكرا دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. مرة أخرى الشهداء النصيرات بالأمس وصلوا إلى 247 شهيد فقط لتحرير أربعة من الأسرى، وطبعا قتل ضابط مهم إسرائيلي وتكلم عنه جينيتس أيضا النهاردة في خطاب يعني استقالته. وبالتالي من أجل شخص واحد، من أجل أسير واحد، وممكن يقتلوا الدنيا كلها. فإحنا واصلين ل47 أو يعني دخلنا في 46، أكتر من 46 ألف شهيد في غزة، والأرقام تتصاعد، والجرحى 37 ألف عفوا في غزة، والأرقام تتصاعد ولا أحد يتحرك، ويبدو أنه مبادرة بايدن ستلقى حالة من الجمود خاصة من الجانب الإسرائيلي بعد ما حدث في النصيرات الذي تعتبر إسرائيل نصرا عسكريا لها. نرجع محليا لأخبارنا، ووزارة المالية تستعد خلال الأسابيع المقبلة لبدء حوار مجتمعي حول وثيقة السياسة الضريبية الجديدة من 2024 ل30. ليه هذه الوثيقة؟ هذه الوثيقة لطمأنة المستثمرين عشان يبقى فيه 6 سنوات ثابتة فيها السياسات الضريبية، وده اللي كل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب يطلبون، إنه يا جماعة أنا عايز أعرف حساباتي، عايز أقدر أحط موازنتي، عايز أقدر إن أنا يعني أعمل القوائم المالية خاصة لمن هو مدرج في البورصة بشكل دقيق، وبالتالي عايز أعرف سياستكم الضريبية عاملة إيه، مش بكرة أفاجأ بتغير في السياسة الضريبية ثم ألاقي في زيادة في القيمة المضافة أو زيادة في ضريبة الدخل أو زيادة في ضريبة الشركات. إحنا محتاجين نعرف طريقنا لعدد من السنوات بشكل سليم. ظهرت مسودة أولى لهذه الوثيقة بتتضمن عدد من المحاور الأساسية. وزارة المالية قالت إن هذه لسه ما تزال مسودة أولى وستخضع للنقاش المجتمعي وستخضع أيضا للتعديلات بعد ذلك. معي على الهاتف دكتور عبد الرسول عبد الهادي، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية. دكتور عبد الرسول مساء الخير. يعني قرأت هذه المسودة أولا، يعني ماذا لفت انتباهك؟ إيه أهم معايير فيها؟ مساء الخير يا أستاذة لميس، ومساء الخير للسادة المشاهدين. طبعا أنا أول ما قرأت الوثيقة
وقبل أن تعلن وزارة المالية أنها مسودة أولى وأنه جاري مراجعتها، كان تعليقي عليها في كلمات محدودة، وأعتقد البيان اللي صدر عن الوزارة كان رد فعل في معظمه لما علقت به على هذه الوثيقة. قلت إن هذه الوثيقة تحتاج إلى قراءة متأنية، تحتاج إلى تحليل محايد، تحتاج إلى ضبط لغوي وإصلاح للأخطاء الإملائية، لكن هذه الوثيقة اعترفت بأن هناك آثار سلبية عديدة للسياسات الضريبية التي تم تطبيقها في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد صدور القانون 91 لسنة 2005 اللي حاول يبني ثقة بين الممولين وبين الإدارة الضريبية، لكن مشاكل التطبيق للأسف أظهرت آثار سلبية أشارت إليها الوزارة في الوثيقة حتى لو كانت مسودة. الوثيقة أشارت إلى أن التقدير الجزافي هو السائد في الفحص الضريبي لإقرارات الممولين. الوثيقة أشارت إلى تحمل الممولين غرامات تأخير وفوائد وضريبة إضافية بسبب تأخر الفحص. الوثيقة أشارت إلى كثرة المنازعات الضريبية الموجودة في المحاكم نتيجة الأيدي المرتعشة في مصلحة الضرائب وفي اتخاذ القرارات في اللجان الداخلية وغيرها، مما زاد من عدد المنازعات المنظورة أمام المحاكم. وكانت المحاور اللي أشارت إليها الوثيقة في قوانين الضرائب المختلفة، سواء ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العقارية أو الضريبة الجمركية. طيب يعني هل هي طرحت فقط المشكلات ولا قدمت حلا للمشكلات؟ الوثيقة أثارت زي ما قلت لحضرتك الآثار السلبية للقوانين السائدة، وكانت نظرتها للمستقبل نفس الكلام اللي موجود في القانون 91 لسنة 2005 أو قانون ضريبة القيمة المضافة، إن إحنا هنحترم العينة اللي بيتم اختيار بعض الملفات لفحصها واعتماد الآخر دون فحص. طيب ما هو الكلام ده كان موجود في القانون 91، لكن تم تعديله في القانون 11 لسنة 2013 بحيث اقتصرت العينة على الحالات الدفترية فقط، يعني الناس اللي ماسكة دفاتر وحسابات منتظمة. لكن يا أستاذة لميس، فوجئنا في التطبيق العملي إن المراكز الضريبية الكبرى، مركز كبار الممولين 1، مركز كبار الممولين 2، مركز كبار ومتوسط الممولين وجه بحري، مركز كبار الممولين في الغردقة وغيره، بتقول إن كل الملفات اللي عندنا بيتم فحصها ولا تعترف بنظام العينة. نمرة 2، التأخير في الفحص ده بيرتب على الممولين فوائد تأخير. فوائد يعني أنا أقول لك على التجربة يعني شخصية، يعني في بيحصل تأخير في الفحص، لكن تأخير الفحص ده اللي بيبقى من الضرائب، بعد كده بيحطوا علينا فوائد للتأخير في الفحص برغم إن التأخير ده من عندهم مش من عندنا. ده غير إنه كلمني على فكرة التأخير في الفحص وتراكم الفوائد. شوف يا أستاذة لميس، لما نرجع للقانون، المادة 94 من قانون ضريبة الدخل كانت بتقول يتم فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بها قرار من الوزير يحدد قواعد هذه العينة. كل سنة كان بيطلع قرار بالعينة، فيما عدا سنة 2011 و2012 ما طلعش قرار في العينة ولم ينشر في الوقائع المصرية، ومع هذا المأموريات فحصت إقرارات هذه السنوات. طبعا لابد أننا نلاحظ كمتخصصين في الضرائب أنه عدد الملفات اللي بتقدم على أساس دفاتر وحسابات منتظمة لا تتجاوز 5% من عدد الممولين. صحيح، لأن معظم الممولين بيلجوا إلى الفحص التقديري، إما أنه بيتجنب تكاليف إمساك دفاتر وإنه يعين محاسبين ويلجأ لمكتب محاسبة يراجع القوائم المالية ويعتمد إقراره، أو لأنه عارف أنه معظم المأموريات هتلجأ في الآخر إلى إهدار دفاتره واللجوء إلى التقدير طبعا صحيح. طبعا طيب. سعر الفايدة يا أستاذة لميس ارتفع بشكل مخيف.
يعني كانت الاول فوائد التاخير 7% 8% اللي بيعلنها البنك المركزي مضافا اليها 2% اللي قانون الضرائب نص عليها. وكلنا عارفين ان ايام ضريبه المبيعات كانت الفوائد 0.5% اسبوعيا، يعني 27% في السنه، ولما جه قانون القيمه المضافه خلاها 1.5% شهريا، يعني 18%. لكن لما البنك المركزي في خلال الشهور اللي فاتت رفع سعر الائتمان والخصم او سعر الفايده وخلاه 27.5، اضيف له ال 2% اللي قانون الضرائب بيقول عليها، يبقى معنى كده 29.5 او 30%. لما الممول يدفع للضرائب 30% فوائد تاخير ويدفع للبنك 30% فايده على الاقتراض، ادي 60%. طب انا هسال برضو عن توسيع القاعده الضريبيه، وهي دي دايما اللي بنتكلم عليها. احنا عندنا مثلا 1,000,000 بيدفعوا ضرائب، سواء شركات او حتى افراد، هم دول بيفضلوا المليون اللي بيدفعوا ضرائب، وبتزيد عليهم بقى معدلات الضرائب والشرائح باختلافاتها. لكن هنا توسيع القاعده الضريبيه، هل الوثيقه ذكرت كيف سيتم توسيع القاعده الضريبيه وادخال الاقتصاد غير الرسمي؟ شوفي يا استاذه لميس، مساله توسيع القاعده الضريبيه ده مطلبنا الاساسي كاساتذه الضرائب في الجامعه او كمحاسبين قانونيين بننوب عن مجتمع الاعمال في التعامل مع مصلحه الضرائب. يعني على سبيل المثال، انا كنت في اللجنه اللي كانت بتناقش قانون القيمه المضافه قبل صدوره في 8/9/2016. كان عندنا قانون ضريبه المبيعات زي ما حضرتك عارفه، وكان السعر العام 10%، وكان حد التسجيل للممولين ان مبيعاته 54,000 في السنه. طيب لما جينا في القيمه المضافه وسعنا قاعده الخضوع، كنا بننتظر السعر العام للضريبه ينخفض عن 10%، فلقينا الحكومه مصممه على ان السنه الاولى 13%، وبعد ذلك اصبحت الضريبه 14%. لكن انا برضو كراجل محايد لا اظلم وزاره الماليه في موضوع الاقتصاد غير الرسمي. الاقتصاد غير الرسمي مسؤوليه وزارات عديده في الحكومه وليست وزاره الماليه وحدها. يعني لما تيجي حضرتك امشي في شوارع القاهره، امشي في شوارع اسكندريه، بعد الظهر تلاقي الناس اللي فرشه في الشوارع وفرشه على الارصفه، مسؤوليه مين؟ الناس دي بتسرق الكهرباء، الناس دي بتشغل عماله غير مؤمن عليها، الناس ديت الاجهزه بتاعت الحكم المحلي سايباها في الشارع بدون تراخيص. انا لما سنه 2014 كنا عاملين مؤتمر لجمعيه الضرائب، وقت ما كان الدكتور احمد جلال وزير ماليه، سالته لماذا لا يضم الاقتصاد غير الرسمي وهو يمثل اكثر من 40% من الاقتصاد المصري. النهارده لما نقول الاقتصاد غير الرسمي يمثل قد ايه؟ يمثل اكثر من 60% من الاقتصاد المصري. هل مسؤوليه وزاره الماليه انها تنزل تحصر الناس؟ بس احنا بنتكلمش بس عن الباعه الجائلين او عن الصغار، دول برضو مش هم دول اللي هيمثلوا تغيير في الحصيله الضريبيه. انا بتكلم على يعني بتكلم على احجام اكبر من كده بكتير من هؤلاء الصغار من الاقتصاد غير الرسمي. لكن طيب هذه عشان وقت بس، هذه الوثيقه ايضا تحدثت عن الاعفاءات وعن الاعفاءات الضريبيه ومحاوله تخفيض الاعفاءات الضريبيه، ماذا عن ذلك؟ الاعفاءات الضريبيه بين اخذ ورد، يعني مره الحكومه تتبنى توسيع الاعفاءات الضريبيه وتشجيعها. وانا كنت دايما اقول ما من منصف الا ويعترف بان المدن الجديده زي العاشر من رمضان، زي 15 مايو، زي برج العرب في اسكندريه، زي منطقه مبارك الصناعيه في اويسنا، بني سويف، لم تكن هذه المناطق الصناعيه لتنشا الا في ظل حوافز قانون الاستثمار. النهارده احنا بنرجع ندي اعفاءات بشكل غير مباشر. المشروعات اللي بتقام في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس او باقي مصر بنديها نسبه من عناصر التكلفه الاستثماريه كإعفاء ضريبي، اعترافا ان هذه المشروعات هتوفر فرص عمل، هتصدر، هتجيب عمله اجنبيه وهكذا. فلا بد من وجود اعفاءات لكن بشكل يتم ترشيده. ما تبقاش الاعفاءات مطلقه. نعم.
شكرا دكتور عبد الرسول عبد الهادي عضو مجلس اداره جمعيه الضرائب المصريه. اظن ان احنا محتاجين حوار اوسع. هو صحيح ان موضوع معقد جدا، لكن الضرائب يعني المفروض ان الناس كلها بتدفع ضرائب، طبعا مش كل الناس بتدفع ضرائب، وبالتالي بيكون الضغط على عينه معينه من الشركات المدرجه او الشركات المفصح عنها او الشركات المسجله ومن الافراد ايضا، وبالتالي بتزيد خلاص الشريحه العليا من الضرائب بقت على الافراد من الممولين 27.5%. فالحقيقة أنه إحنا محتاجين توسيع قاعدة الضريبية، أيضا محتاجين بالإضافة إلى ذلك أن تتسق السياسة الضريبية مع السياسة الاقتصادية. لا يمكن أن تنفصل السياسة الضريبية وتمشي لوحدها، بينما السياسة الاقتصادية مثلا عايزة تعمل إعفاءات لمصانع لصناعات جديدة والكربون وغير الكربون. محتاجين وحدة السياسات الاقتصادية والضريبية، ويكون في فعلا سياسة ضريبية واحدة تراعي كمان، ما يبقاش كل سنة بقى كلنا في العينة العشوائية، كل سنة الفوائد اللي عمالة تزيد كل سنة لو مصلحة الضرائب اتأخرت في الفحص. يعني في قصص كتيرة جدا، ونتمنى ان الوثيقة دي نشوفها في مسودتها الأخيرة. نخرج فاصل، وبعد الفاصل نواصل الأخبار. مصر قرآن كريم المتحدة في إطار تحديث كل يعني خدماتها الإعلامية، أطلقت تطبيق جديد لقناة مصر قرآن كريم اللي بتشتغل على مدار 24 ساعة. التطبيق يمكنك أن تحمله على الموبايل، ويمكن أيضا أن يعمل أونلاين أو أوفلاين. حاول نعرف التفاصيل من الدكتور يوسف عامر رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. دكتور مساء الخير، لماذا يعني مصر قرآن كريم أبليكيشن على الموبايل، وإزاي نقدر ننزله؟ كثير على حضرتك وعلى كل المشاهدين الكرام. أولا ليه تطبيق مصر قرآن كريم أو ليه قناة مصر قرآن كريم؟ لأن مصر هي اللي حفظت القرآن وهي اللي تليته وهو اللي جودته طبعا، وبالتالي للحفاظ على الهوية المصرية ولخدمة كل المصريين وكل الناس في كل الدنيا موجودة قناة مصر قرآن كريم. بالنسبة للتطبيق، التطبيق حضرتك زي ما ذكرتي ان هو بيشتغل اوفلاين على بعض الامور، وخاصة المكتبة اللي هي لو انا عايز اسمع اي شيخ في اي صورة او في اي اجزاء من القرآن الكريم بقدر ان انا اسمعه اوفلاين، ولو انا عايز اعرف مواقيت الصلاة والاذان وعايز اتجاه القبلة يبقى شيء طبيعي لابد ان انا اكون اونلاين. طب خليني كده بقى بص ايه نسال كده الاسئله البسيطه بس الاول عشان يا دكتور عشان نفهم. يعني احنا هننزل الابلكيشن من على اب ستور او جوجل او اي حاجه من الستورز اللي موجوده، ننزل الابلكيشن وبعدين مظبوط. بعد كده بقى بعد كده حضرتك ممكن نستمع للبث المباشر لقناه مصر قران كريم، يعني ما يتلى على شاشه قناه مصر قران كريم أقدر إن أنا أسمعه من خلال التطبيق صوت مباشر مباشرة، نفس الشيخ اللي بيقرأ هو نفس اللي أنا بسمعه. دي حاجة. الحاجة التانية حضرتك، أنا عندي مكتبة من خلال نافذة اسمها استمع للقراء، ممكن أنا أخش على المكتبة دي سواء أنا كنت أوفلاين أو أونلاين. يعني مع على النت ولا مش يعني موصل بالإنترنت أو ما عنديش إنترنت؟ ده بالنسبه لي رابط المكتبه استمع للقراء. المكتبه مين اتفضل يعني انا بختار القارئ وبختار اسمعه مرتل ولا اسمعه مجود. نعم. زي ما انا عايزه بسمعه. او ان انا استمع للبث المباشر اللي موجود على شاشه قناه مصر. ده لازم يبقى اونلاين، لازم اكون متوصل بالانترنت. تمام. لو تمام. طيب برضو التطبيق في حضرتك مواقيت الصلاه. نعم. واتجاه القبله شيء طبيعي، ده مهم جدا علشان هو يقول لي اذان الظهر الساعه كام او الاذان الصلوات الخمس الساعه كام واتجاه القبله فين. لازم ان انا اكون اونلاين علشان هو بيحدد لي
وقت الصلاه والقبله من المكان اللي انا موجود فيه، سواء سؤال في مصر ولا خارج مصر. ده سؤالي بقى، في مصر افرض انا خارج مصر، هيحدد لي مواقيت الصلاه ويحدد القبله خارج مصر ايضا؟ مظبوط، في اي مكان في العالم حضرتك، اي واحد هيقول انا عايز اعرف اذان الظهر في المنطقه اللي انا فيها دلوقتي الساعه كام واتجاه القبله فين، كل ده موجود بالعربي وباللغه الانجليزيه. طيب أنا شايفة في المكتبة، في استعراضنا للمكتبة، إنه في عدد من المشايخ الكبار الذين يعني نعم. تلوا القرآن وجودوه أيضا ورتلوه وجودوه، فيعني قل لي هل في قراءات نادرة؟ مين اللي موجود؟ مين الأصوات اللي ممكن نستمع إليها يتلون القرآن في المكتبة؟ حضرتك إحنا عندنا في قناة مصر قرآن كريم 47 قارئ نعم يتلون القرآن مرتلا ومجودا. بالنسبة للتطبيق دلوقتي المفعل 9 قراء مرتل ومجود، وطبعا احنا في تطوير باستمرار هنزود لحد ما نصل الى 47 قارئ كلهم ان شاء الله. من اهمهم مثلا يا دكتور، اهمهم حضرتك معانا الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ صديق المنشاوي والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ احمد الزريقي والشيخ احمد عامر والشيخ طبعا محمود البنا والشيخ محمود الخشت والشيخ محمود حسين منصور ومصطفى اسماعيل، وعندنا كذلك برضو من القراء الشبان اللي هم الشيخ حجاج الهنداوي والشيخ هاني الحسيني والشيخ كارم الحريري والشيخ احمد تميم المراغي. طيب. لكن المشايخ الكبار هم اللي حاليا موجودين على التطبيق اللي هم 9، واحنا طبعا مستمرين لحد ما نرفع على التطبيق 49 قارئ. هنا 9 قراء معناها ان انا عندي 9 مصاحف. طيب يعني في كيو ار كود هننزله يا جماعه دلوقتي او موجود دلوقتي، موجود على كل شاشات المتحده، الكيو ار كود ده تعمل له سكاننج هيدخلك على طول على الابلكيشن. يعني ازاي يعني اذا من خلال الكيو ار كود ده نقدر ننزل الابلكيشن بالاضافه بقى للاب ستور وغيره. طيب انا لما بنزل ده هل بياخد مساحه كبيره من الـ من الـ من التخزين بتاع الموبايل يا دكتور؟ ما هو ده اللي حصل فيه من تطوير، بياخد مساحه قليله جدا وفي الوقت نفسه هو سريع جدا، يعني فيه الميزتين. طيب يعني وده فاعل الان، يعني بتقولي دلوقتي ان الناس اللي بتتفرج علينا لو عايزه تنزل ده وتسمع قران وهي ماشيه في العربيه في اي مكان، ساعات كتير بنبقى عايزين يعني نستمع الى القران الكريم في اماكن مختلفه، ده موجود الان ابلكيشن مصر قران كريم؟ ده موجود حضرتك الان شغال ومحدث ومطور وباستمرار في تطوير ان شاء الله. وبعدين برضو في حاجه مهمه قوي فيها الاذكار، برضو اي واحد حابب يعرف اذكار الصباح والمساء او اي ادعيه الادعيه كمان عند النوم او عند الاستيقاظ او عند الاكل والشرب، في تسابيح، في كل ما يتعلق بالحج والعمره كذلك، في بعض الامور المتعلقه نعم. بالاداب والتعامل، يعني في محتوى ينفع الناس ان شاء نعم. الله. باذن الله هو نافع كما هي مصر، محطه مصر قران كريم. بشكرك دكتور يوسف عامر رئيس القطاع الديني بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، فعلا ابلكيشن مهم، بدعو كل الناس يعني يعني بتحب تستمع للقران، وايضا عشان نعرف برضو القبله فين ومواعيد مواقيت الصلاه حتى لو انت مسافر. الحقيقه ان في محتوى الحقيقه متميز جدا، شكرا للمتحده على هذا التحديث. نخرج فاصل، وبعد الفاصل مساندي مرضى الأورام كيف نتعامل معهم، إزاي إحنا نساندهم وإزاي هم سندوا المرضى.
أكثر من 45 خبير دولي في علاج الأورام من معاهد ومراكز مختلفة حول العالم موجودين هنا علشان يناقشوا أحدث الخطوط الاسترشادية والبروتوكولات العالمية في علاج الأورام. ده طبعا ضمن المؤتمر السنوي للمدرسة الدولية لعلم الأورام الإكلينيكية بهدف تبادل الخبرات. المؤتمر بيوفر فرصة التعليم والتدريب من خلال ورش العمل والمحاضرات والبرامج العلمية. احنا من خلال المؤتمر بنقدر ان احنا حقيقة ندعو مجموعة كبيرة جدا جدا من الأطباء المتخصصين جدا في مجال علم علاج الأورام، مش بس المتخصصين والباحثين والمبدعين في هذا العلم، عشان نصل إلى يعني ممارسة بروتوكولات متقاربة إلى الحد الأدنى من المقبول، بحيث أن المريض المصري يبقى منتفع بحد أقصى من هذا التبادل العلمي. عندنا سيشن ده اسمه patient advocacy، انه احنا نعلم العيانين، عارف في علاقة كده ما بين انك تشرك العيان في المعلومات الطبية عشان تشركه في الحالة بتاعته، سواء على المستوى طريقة العلاج بتاعته، على مستوى الاهتمام اللي يجب ان مريض السرطان يلاقيه أثناء رحلة العلاج، لأنه بيبقى فيه عامل نفسي وفيه عامل اجتماعي مهم جدا. المؤتمر في نسخته الرابعة أعلن عن تعاون مشترك بين وزارة الصحة والمعهد القومي الفرنسي للأورام لإنشاء فرع للمعهد في مصر. احنا بنعمل لونش للشراكة بين معهد جوستاف روسي وبين مصر، عشان هما هيعملوا فرع لجوستاف روسي هنا في مصر، هيبقى أول فرع بره فرنسا لمعهد أورام جوستاف روسي. جوستاف روسي ده وانتوا عارفين هو من أكبر 3 مراكز أورام في العالم كله. احنا عندنا حاجات في مصر عندنا خبرة فيها كبيرة جدا، هم عندهم حاجات فيها خبرة، فالتبادل المشترك والتكامل بيساهم في دعم المبادرات الرئاسية والمبادرات العلاجية في التشخيص والعلاج المبكر للأورام. تبادل مهم للخبرات وفرصة للباحثين والأطباء، بالتأكيد كل ده هيسهم في تحسين الخدمة المقدمة لمرضى الأورام ورفع معدلات الشفاء. هشام الرباط، كلمة أخيرة. ومن المؤتمر ده جات لنا الفكرة، فكرة هذه الفقرة، لأنه في هذا المؤتمر دكتور تامر النحاس قرر أنه يكرم مجموعة من المساندين لمرضى الأورام. والحقيقة أن احنا دايما بنتكلم عن المريض، العلاج، طب هنعمل إيه، طب إيه الحديث، طب إيه المتقدم عشان نجيبه مصر، لكن ما بنتكلمش عن هؤلاء الجنود المجهولين اللي هم غالبا من الأسرة، اللي بيكونوا سند وظهر، وهم دول اللي أي مريض بيتعكز عليهم دايما. دول بتبقى الأسرة، بيبقى الزوج والزوجة في المقام الأول، وبعدين بيجوا الأبناء أيضا، لكن هو الزوج والزوجة اللي هم الواحد بيتعكز عليهم لأنه بيبقى مش عايز يحمل الولاد. يا ترى المساندين دول تجربتهم عاملة إزاي؟ يا ترى هم نفسهم محتاجين مساندة ولا لأ بعد كده؟ يا ترى هم إزاي قدروا يقدموا هذه المساندة للمريض، وإن هم يقدروا يخلوه يخطي خطوات صعبة؟ مريض الأورام بيعدي خطوات صعبة جدا، ربنا بيشفي البعض لا يشفي البعض، في النهاية هي رحلة صعبة وشاقة ومعقدة. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، الدكتور تامر النحاس أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني ورئيس الجمعية الدولية للأورام الإكلينيكية، والدكتور شريف ناجي طبعا صديقنا العزيز زوج الراحلة الدكتورة أنيسة حسونة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر المتنورة، وأيضا صديقتنا المخرجة منال الصيفي زوجة الراحل الفنان أشرف مصلحي، والكاتبة الصحفية الأستاذة أماني درغام زوجة صديقي جدا الراحل ياسر الكاتب الكبير ياسر رزق. أهلا بيكم، يعني أنا أعرفك وأعرف الأسرة وأعرف الأزواج وأعرف العيال وأعرف كل الناس، فالحقيقة أنه دي يعني حلقة مؤثرة بالنسبة لي أنا شخصيا، ومفتقدة كل الناس اللي مش معانا، لكن لازم أولا أحييكم لأن أنتوا كنتوا السند والظهر والعكاز لكل الناس اللي هي مش موجودة دلوقتي. دكتور تامر، ليه قررت تكرم الناس دي؟ وشكرا على الفكرة اللي أنا أخدت منها فكرة الفقر. هو أقل حاجة تكرمهم. أنا بشكرك جدا مبدئيا، بغض النظر عن
التغطيات الطبية العظيمة اللي بنعملها، ولكن نحن كمان نغطي الجانب الإنساني، لأن كل قصة لها أطراف متعددة، لها جانب طبي بيحتاج اجتهاد شديد جدا من مجموعة الأطباء لممارسات سليمة قوي ترقى إلى يعني أفضل ممارسات على مستوى العالم. إنما هناك جانب آخر، وهو جانب المرضى وجانب معاناة المرضى وجانب مشاكل المرضى ومتطلباتهم وكيفية يعني استيفائها. ده جانب مهم جدا. أنا طبعا يعني ليه اخترت الثلاث أساتذة دول؟ لأنه طبعا كلهم المرضى عدوا عليك لكن وكانوا أصدقاء، لكن لأن أدوارهم كانت مهمة. أدوارهم كانت مهمة جدا طبعا، هناك لستة مش قليلة، ولكن من المحببين إلى قلبي جدا جدا والمقربين إلى قلبي، مش بس إلى قلبي أنا، قلوب كل المصريين. أنا أعتقد أن معانا على المنصة النهاردة حقيقي يعني ناس حقيقي كل المصريين بيحبوهم، وشافوا فيهم قد إيه دعم نفسي، شفنا قد إيه الإخلاص في العلاقة وصل إلى أعلى المستويات الإنسانية، وإزاي قدرنا نقف بشكل أو بآخر ونؤدي دورنا اللي بنتمنى. لأنه في يوم من الأيام لو إحنا في مجتمع المرضى نجد حد بهذه المواصفات اللي بيقف معانا. أنا هبتدي بأماني. يمكن أماني أنا اتكلمت مع قبل كده مع منال، واتكلمت طبعا مع دكتور شريف، لكن هبتدي بيكي. كم سنة على رحيل ياسر؟ سنتين ونص. ياسر لم يرحل بالكانسر، كان عنده كانسر في الرئة على ما كان عنده كانسر في الرئة، وسافرنا فرنسا شال جزء من الرئة ورجعنا هنا، كان طبعا بيتابع مع الدكتور تامر. وكان آخر أشعة طلعت قبل وفاته بيومين يا دكتور، ولا كان ثلاث أيام قبل وفاته بأيام بسيطة. أيام بسيطة ده حقيقي. كانت بتقول إنه ما عندهوش كانسر خالص، انتهى قضى عليه يعني، واحتفلنا بانتصر على الكانسر، لكن خانوا قلبه لأنه هو كان مريض قلب، فده اللي تعبه يعني. ياسر كان مدخن شره، كان مدخن وكان بطل سنة لمدة سنة تدخين، ثم للأسف رجع تاني يدخن. وآخر زيارة لدكتور القلب كان يعني محدد له معاد، هو توفى يوم الأربع الصبح، كان معادنا الخميس علشان يعمل قسطرة في القلب عشان دعامات جديدة. عمل كم قسطرة ياسر؟ أنا عارف أنه عمل قسطرة. لا عمل كتير، وكان عنده 8 دعامات في القلب، وكان لما سافرنا فرنسا كانوا قالوا له أنت محتاج عمليتين، عملية لإزالة نص الرئة وعملية قلب مفتوح. وكانوا جابوا خبير في القلب علشان يعملوا العمليتين في وقت واحد. بس دي كانت هتبقى مخاطرة كبيرة، وياسر كان مستعد لها، كان جاهز، كان جريء جدا، هو في حياته كان جريء جدا وما بيخافش. طول عمره فقال لهم انا مستعد، وكان شايف ان دي هتبقى تجربة جديدة بتتعمل ومستعد ان هو ياخدها. سرطان الرئة مش سهل يعني، من اصعب الانواع واكثرها شراسة. طبعا. ازاي كان دورك انت والولاد بجواره ان هو بيواجه هذا الامر، وحقيقة صعبة على كل مريض، بس بالذات الرئة دي بتبقى صعبة شوية. هو كان الموضوع صعب كمان بالنسبة لياسر، لان ياسر من النوع اللي كل حاجة يقعد يدور وراها. يعني كنا حتى لسه بتكلم مع دكتور تامر، هو على اتصال بالدكاترة على طول، اصدقاء ودكاترة في مختلف المجالات، فهو على اتصال بيهم دايما. بيقرأ، بيجيب كتب طبية يقراها. يعني مهما احنا حاولنا نقول له طب ما تدورش، طب بلاش تبحث في الموضوع ده، ابدا هو لازم يبقى عارف كل ادق التفاصيل. دي كانت شخصيته في شغله، لكن لما بقى مريض بقت شخصيته في مرضه كمان. فاحنا كان بيواجهني انا والاولاد في البيت مشكلة ان احنا مش عاوزينك تقلق، احنا عاوزينك بس اهدى، احنا بنعرف معلومات لكن ربنا اكبر من كل حاجة. هو كان انسان مؤمن جدا، متدين جدا طبعا، الصلاة والعمرة دي كل شوية والحج وكل حاجة.
فبدأنا هي دي النقطة اللي احنا نتكلم فيها واللي احنا نشتغل عليها، انها ربنا اقوى من اي مرض ومن اقوى من اي حاجة. وهو حتى وهو رايح وهو يعني في اخر لحظاته كان بيتشاهد، وكان خارج من صلاة الفجر وبيتشاهد ورايح وهو مبسوط. يعني هو ماشي وهو مبسوط، مش ماشي وهو زعلان. يعني في حتى الموضوع كان بسيط لدرجة ان احنا مبقناش مصدقين. يعني هو واقف معانا وبيتشاهد، وبعدين حط راسه على كتف عمر وقال إنا إلى الله راغبون، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سبحان الله. وحط راسه على كتف عمر. إحنا أنا بقول له ما تتدلعش يا ياسر، أنت بتتدلع. أتاري روح. خليني أخد من على لسان أماني يعني رسالة واضحة قوي. الحقيقة قال إن إحنا مجتمع المرضى عندهم مخاوف كبيرة جدا من السرطان. والبعض بيتغلب. يعني ياسر نجح انه اخر اشعة لم يكن هناك كانسر نهائيا. نهائيا كان عنده. خليني احكي لك قصة ياسر. قصة ياسر هو مبدئيا مقاتل من الطراز الاول. ياسر لا يخشى الموت. ياسر بيتعرض الى اي ضغط بمنتهى التلقائية وبمنتهى الترحاب بالضغط. يقولك اهلا للضغط. اعتقد اماني طبعا حافظه القصه دي. كان عنده ثبات، كان عنده مشكله رئويه كبيره، كان صعب قوي اجراء جراحه فيها في القاهره. اعتقد حضرت اماني قصه دهيان. سافر فرنسا وتم امكان عمل هذه الجراحه لان المرض كان متقدم قوي في الرئه. رجع القاهره، تلقى علاج دوائي وقائي، استمر شويه في التدخين. بعض الاحيان بطل تدخين. ما كنتش بتقول له ياسر بلاش سجاير، بلاش يعني قلنا له طبعا. قتله ياسر التدخين وقتله القلب. ياسر مشاغله كتيره قوي وضغوطه كتيره وما كانش بيرضخ للكلام بسهوله، انما كان بيبطل فعليا. وكان بعض الاحيان يرجع تاني لما الضغط يزيد عليه شويه. انتهى الحال بعد فتره طويله من انتهاء علاجه الوقائي ان المرض ارتد في الرئه في بعض الغدد الليمفاويه، وتلقى علاج مناعي وأدى إلى استجابة رائعة. وكانت المقولة على فكرة كان لا يخشى. يعني هو جه قبل الأشعة قال أنا مش منتظم الأشعة، نتائج جيدة وقد يجوز تبقى النتائج مش وحشة ولو مش جيدة، فأرجوك يا دكتور بلغني، أنا عايز أعرف بالظبط تفاصيلي إيه، أنا ما بخافش من الموت، بليز تيل مي. فجات الأشعة جيدة جدا، وكان معاها موجات صوتية على القلب بتقول ان كفاءة عضلة القلب 40%. قلت له ياسر خلي بالك من القلب، المشكلة جاية قلبية. يعني انا بهنيك النهاردة على الانتصار على السرطان، ولكن 40% قلب. قال لي انا حاجز مع دكتور قلب خلاص فعلا زي ما امانيت. انا قدامي كام يوم هروح وهعمل دعامات. وفوجئت بالقصة طبعا. طبيب الاخبار بيكلمني فجر يوم وفاة ياسر بيقول لي هناك مشكلة، تطلع على المستشفى فورا. انما للاسف طبعا ذبحه القلبيه كانت واضحه انها جلطه كبيره، ما كانش لاحق يحط الدعامات فوفاته المنيه في الطوارئ. يعني منال انت عندك العكس بقى، انه اذا كان ياسر كان عايز يعرف كل التفاصيل فانت حاولتي تخبي شويه. انا ما كانش عارف على اشرف مصلحي التفاصيل دي. وبرده كنا بنتكلم عن المره دي، كنا بنتكلم على مخ. فكنت بتحاولي ان انت تخبي عليه هذه المعلومه. بصي انا بحمد ربنا انه كان المخ. لانه اعتقد لو كان في مكان تاني ما كنتش عارف اخبي. يعني المخ هو مكان الورم، هو اللي ساعدني ان انا اقدر اخبي. لان اشرف كان حقيقي بيخاف، بس مش على نفسه. هو طول الوقت خايف عليا انا والولاد، طول الوقت. يعني طول الوقت هو اللي كان في الدنيا، هو اللي بيعمل كل حاجة. وأنا دلوعة هانم يعني. فطول الوقت هو حاسس إن إحنا خمس عيال عنده، فهو هتعمله إيه؟ لكن مش على نفسه. يعني أشرف كان حد لأ مقدام وكده، بس لأ كان عنده توتر علينا طول الوقت. كنت أنت حولتي البيت لمستشفى. وأنت حكيت لنا ده قبل كده. لغرفة رعاية مركزة والمستشفى. عشان تقدري تتحكمي كمان في الأخبار اللي تجيله، في المعلومات اللي تقول. لا التحكم ده، بصي أنا لما تحولت الأوضة المستشفى، لا كان هو في حتة تانية خالص. خلاص يعني مش ما بيفتحش حاجة، ما بيشوفش حاجة. لا في الأول خالص اللي عملت خناقات كتيرة، وكلمت دكتور أشرف زكي، هو يعني ربنا يكرمه ساعدني جدا، اني قلت له ما ينفعش يعرف، ما ينفعش. وكانت مامته كمان مش عارفة.
يعني مامته لغايه ما مامته توفت وهي ما تعرفش ان اشرف كان عنده كانسر ولا انه عمل عمليه اصلا. فكان الموضوع بالنسبه لي عارفه اللي هو حرب. انا لو هو مش هيعرف فان انت تقدري توقفي كل الحاجات على السوشيال ميديا. فيعني انا لسه كنت بقول لهم، كنت لسه بقول دكتور تامر انا كنت بكذب كذب صريح بس انا كنت مصدقاه. فكنت صادقه يعني، انا كنت مصدقه انا بقول له ايه، او يمكن ده اللي انا اكيد كنت بتمناه فكنت صادقه فيه. فالحمد لله ان هو ما عرفش. لا ساعه ما حولنا الاوضه مستشفى، البيت مستشفى، ده كان هو في اخر يعني. كنت دايما بقول لدكتور تامر هو حاسس، طب هو بيتالم، انا كنت هتجنن يعني، عايز اعرف هو حاسس بايه، لان هو ما كانش بيقول. فدكتور تامر كان بيقول لي لا هو مش حاسس بحاجه خالص. دكتور تامر يعني هنا فكره دايما دايما ايه، الطب بره حتى وهنا، صارح المريض، قول للمريض بكل حاجه للاخر، خلي المريض معاك شريك، ما تضحكش يا دكتور شريف عشان يعني احنا شركه في هذه القصه. فصارح المريض وقول للمريض كل حاجه. هنا ياسر كان عارف التفاصيل وبيجري وراها، هنا منال قررت انها تحمي اشرف من التفاصيل المؤلمه جدا لان حست ان هو ده الافضل. ايهما افضل؟ اشرف نموذج مختلف، اشرف مرهف الحس، فنان، فبالتالي المشاعر ممكن تعمل له لخبطه كبيره جدا في كيانه. فاحنا وجدنا ان من الافضل المعلومه تبقاش صريحه. خليني اقول لك اشرف يعني نموذج صارخ لأهمية المساندة. تصوري لما بنسانده نفسيا بيبقى صحيا أحسن. بمعنى هو كان عنده ورم في المخ، فبالتالي كان عامل له تلعثم في الكلام، مخرجات الكلام مش مظبوطة، وهو ممثل وهو يعني ممثل وبيحفظ الأدوار. طب تصوري بقى كان بيروح التلعثم ده تماما لما يتحدث مع المقربين إليه. والدته كان مقرب جدا من والدته، لما كان بيتكلم مع والدته منال تقول لي غريبة قوي الكلام، التلعثم راح خالص، بقى بيتكلم بتلقائية. في يوم من الأيام هو عندي في العيادة لقيته بيتكلم معايا بتلقائية، فقالت لي ألا ده بيتكلم معاك زي ما بيتكلم مع والدته. التلعثم بيروح مع الناس اللي بيشعر معاها بالراحة، بالطمأنينة والأمان. فهنا وكان بيمشي كويس قدام مامته يعني، هو كان برضو عنده زكة لو تفتكر هذا كده، كان بيمشي كويس جدا ويهزر يعني مش فاهمه. ده بيعكس قدر الطمأنينة والمساندة، وبعض أحيان عدم المصارحة الكامل تحت ظروف. طبعا الوضع بيختلف ما بين الثقافة المصرية وبين الثقافة الأجنبية. يعني أنا بعض أحيان وجالي حد، أنا اندهشت والحقيقة، قال حد جاي من السفارة الأمريكية قريب وكان عنده في الرئة، وأول سؤال How long؟ هاخد وقت قد ايه قبل ما قلت له مش فاهم السؤال. قال لي لا انا مش جاي اتكلم معاك، انا جاي اتكلم عايز اعرف قدامي قد ايه بالظبط الاول بعدين نتكلم، ولو خدت علاج ممكن العلاج ده يعمل لي ايه ويطول لي قد ايه عشان اقدر اعرف هاخد العلاج ولا لا. حسابات مختلفه تماما. بس ده كمان حمل عليكي اكتر، انك بتضطري تكذبي وتضطري تخبي وانت كمان بتشيلي حمل المرض والوجع. بصي هو انا ما كنتش حاسه بحاجه يعني، كان عندي هدف. يمكن دكتور تامر عارف يعني، ساعات كنت بروح له لوحدي اصلا، ده حقيقي، وكان بيقعد يقول لي انا اسف. يعني الحقيقه الراجل ده شال معايا كتير قوي بصراحه يعني. انا اسف ان مش قادرين نقدم حاجه اكتر من كده، بنوصل لمرحله يعني كنت بقعد اقول له طب قول لي هيحصل ايه، يعني انا عايزه افهم انا فين، انا حاسه اني هائمه تايهه. بس كان عندي هدف انه الراجل ده حقيقي هو يستاهل، انه لو قادرة تخليه كويس نص ساعة خليه كويس، ما تخوفيهوش علينا. يعني هو على فكرة كان بيتكلم كويس قدام مامته، غير احساس الامان انه هو خايف تعرف انه عمل عملية. هو بيحب كان قوي، بيخاف قوي، فهو طول الوقت كير باللي حواليه. فما عنديش اوبشن تاني. او لقيت نفسي انا كان كمان الولاد في الاول مش عارفين ده، بعد كده احنا حكايه بعد كده بقيت. لا انت قررتي تقولي للولاد بعد ما قعدت مع دكتور تامر وفهمت احنا فين قوي، وفهمت ان الموضوع
هو احنا مش هنخف، احنا هنبقى بنحاول نتحسن، بس انه يروح خالص ده كان صعب، لان العمليه ما ينفعش يتشال كله عشان المخ. فكان لازم اقول للولاد، لانه هم كانوا هم بيحبوا ابوهم اكتر حد اكتر مني، وهو بالنسبه لهم الهيرو، فكنت خايفه عليهم ياخدوا صدمه تانية او يعرفوا ان انا كدابه قوي كده. فبدات اخد واحد واحد على حده، انه يعني احنا عندنا كيس كذا، في كذا، كل حاجه بتاعت ربنا، ما هو في ناس بيموتوا من غير اي امراض. الولاد تقبلوا ده ازاي؟ لا بقى حلق يعني. طبعا دكتور تامر، قبل ما اتكلم بقى على حاله صديقتي العزيزه أنيسة، طبعا هل ممكن تنصح اسره مريض انها تخبي المرض او ما تقولش كامل الحقيقه؟ لا انصح، ولكن في تحت ظروف ووضع معين ممكن يبقى في نوع من عدم اظهار المعلومه بشكل سيء. يعني انا المعلومة ممكن تتقال بطرق مختلفة، يعني ممكن أنا النهاردة لو حد لابس لبس مثلا مش عاجبني أقول له اللبس ده مش حلو، معلومة صادمة، ممكن أقوله له بشكل مختلف، أنت امبارح كنت لابس لبس حلو قوي على فكرة، هتوصل له الطريقة. أنيسة بقى كانت بطلة، ويمكن بطولتها هي وثقتها في بدون سابق إنذار، هذه الرواية أو الكتاب اللي حكى حكاية بدون سابق إنذار. يعني أنا فاكرة كنت ماشية في السكة في لندن في شارع كده، ولقيتها بتكلمني وقالت لي لميس كذا 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 كذا، أنا قعدت على الرصيف، أنا فاكرة كويس قوي، أنا قعدت على الرصيف وقلت لها طيب دكتور تامر النحاس، وابتدينا بقى الرحلة سوا. ست سنين من المرض، ثلاث مرات، مرتين عمليتين، والتالت يعني في التالتة طلع المخ، ف كنا بنعمل ماسك وبنعمل يعني ما يمكن عشان نحد من انتشاره، بس الظاهر انه وصل لحتة اسرع مما كنا متخيلين، وكان التدهور في الاخر سريع قوي، سريع بدرجة يعني اول ايام انا ما حدش عارف خالص. يعني الست في البداية كان الخبر مقفول عليه، يعني لا ده ما كانتش هي تعرف لمدة اكتر من 3 اسابيع، كانت مسافرة بره، والتحليل اتعمل بالصدفة، وبلغت بيه بالتليفون، وعدته تاني وعدته تالت، وهي كل ده ما تعرفش. اعتقد كان في الايه، في القولون ولا في الجهاز التناسلي؟ في الجهاز التناسلي وبريتوني، يعني كان منتشر انتشار مش ظريف. لما جت كذبت طبعا عليها زي ما كل الناس بتحاول تكذب، قلت لها انت ما عملتيش ده تحليل السيوله، بليز ابعدي لي تحليل فوتي على المعمل. وكذبت تاني وقلت لها، قلت لهم بس ده تحليل السيوله، لو كلمت المعمل قلت له اعمل إعادة تاني تحليل السيولة ده، بس اعمل جنب منه كل ماركرز بتاعت السرطان على أمل إن يطلع حاجة كانت غلط. كلمني بعدها قال لي لا، أعلى من اللي أنت بتتكلم عنه بثلاثة. فخلاص بقى لقيت نفسي، فلجأت الدكتورة نجلاء عبد الرازق، قلت لها إذا سمحتي هي المفروض إنها تعمل بيت، انت هتجيلك عشان تكشفي عليها واطلبي انت البيت، لان انا مش قادر اتكلم في موضوع اي حاجه نقول فيها حاجه لسه كانسر، هي لسه ما تعرفش انه في كانسر. ساعدتني الحقيقه، يعني كذبت معايا شويه دكتور نجلاء، يعني صديق لغايه وانا مروح في العربيه اكلم في جربه، يعني ما تضحك عليا و و و و و ما استحملت يعني، لغايه لما عملت البيت. وفي البيت دخلنا في حته روحانيه، شافت فيها حد بيقول لها انت هتبقي كويس، وراحت صاحيه من النوم، صحيت الست قالت لها احنا خلصنا، طلعت بالامل ده، يعني الكلمه الصغيره اللي جت من غير رامي دي
عدلت لها نفسيتها قدام شوية. جت بقى عند الدكتور تامر متخيلة انه مين دول ولادها بقوا موجودين. الولاد كانوا البنات كانوا معانا حد بس جم عند تامر من غير ما يعرفوا ان حاجة ومن غير هي ما تعرف انهم جايين ومن غير ما تعرف الا ان انا خدت لها الميعاد ما عرفتش ان انا كمان جاي. يعني دخلنا طبعا كانت الصدمة الجامدة وهي كاتباها في الكتاب انها كانت عايزة حد يخش يقول يا اخوانا الافلام دي غلط دي مش بتاعتها دي بتاعت يعني دخلتها في السينما وهي كانت بتحب السينما قوي وبتحب القصص والروايات دخلتها بتخفيف على نفسها حتى في الكتاب. وبعدين هي كانت بتوصف بقى الدكتور تامر في الاخر انا مش داخل عيادة سرطان انا داخل عيادة انفلونزا. يعني انت من كتر استقبال تامر المريح فعلا لكل مش اللي يعني يعرفهم كل يعرفهم واللي ما يعرفهمش كل المرضى دي حقيقة فعلا دكتور حقيقة. تامر لما جات لك دكتور جات لك أنيسة وجالك بقى دكتور شريف والبنات يعني هنا بقى القرائد الطبيب أن يواجه المريض دي كانت لحظة صعبة عليك بكل تأكيد. أنا لا أنسى أول لقاء مع أنيسة الله يرحمها وده لقاء تقليدي أنا حاسة أن أنا كويسة الأشعات دي عليها اسمي الأشعات دي بتاعتي أنتوا تأكدتوا أن الأشعات دي تخصني على فكرة إحساس سيكولوجي تقليدي إنما أنا عايز يعني أخد من قصة أنيسة جزئية أنت سألتيني عليها أنتوا هنا في مصر بتعلنوا بالتفاصيل الدقيقة كل المعلومات للمرضى أو لا فاكرة لما راحت في انجلترا وقعدت على الرصيف هي كان ايه سبب انها قعدت على الرصيف ان الدكتور الانجليزي قعد معاها قال لها انت قدامك سنة ونص وشريف يشهد بهذا فتخضت قال لها قدامك سنة ونص سنة ونص سنة اولا شكر الاول في انت كده العلاج التشخيص بتاعك صح اللي كتب الريفورت ده واللي كتب العلاج ده ده احد تلاميذي لان ده انا لو كنت انا اللي بكتبه كنت انا كتبته ده زاد بقى كمان بقى يعني اطمئنانا اكتر من كده قال لها بس شوفي انت عندك كانسر وهتعملي المفروض انك تاخدي العلاج ده وتعملي عمليه بعدها وبعدين هيروح الكانسر لمده سنه سنتين وهيجي لك تاني يا ساتر وهتعملي عمليه تانيه وبعد كده تقول كيليو فطبعا الكلمه كانت صعبه جدا الكلمه كانت صعبه جدا فعزلت أنيسة فتره طويله ده عندها ده يعني حتى لو كان الامر كذلك لما الدكتور يقول لها انه المرض ده والكليو هيقتلك يعني ده برضو يعني ما يديش للمريض اي امل في ان هو يحارب او يحاول ده يخلي الانسان يتراجع شويه عن معلومات والله يعلمها لان ما حدش يعرف هي ده الكلام ده اتقال 2016 أنيسة عاشت ست سنوات اول سنه ونص كانت صعبه قوي على أنيسة الى ان جات لي في يوم من الايام لا انساه سعيده جدا ومبتسمه فانا حتى استغربت ازيك قالت لي انا مبسوطه قوي النهارده السنه لسه جاي من مجلس الشعب وقابلت مولانا علي جمعه كان معايا في المدرسه والدكتور علي جمعه قال لي انت زعلانه ليه يا أنيسة فقالت له اصل انا قدامي ايام مش طويله وكنت في انجلترا والدكتور الانجليزي قال لي كذا كذا فقال انت بتعالجي فين فقلت له انا بتعالج مع دكتور اسمه تامر النحاس انا طبعا عارف الدكتور علي كويس وليا صداقه طويله معاه فقال لا والله تعالجي مع دكتور تامر طب خدي يا ستي ادي ورقه اهي انت هتعيشي 10 سنوات وراح مديها لها وراح طلع لي ورقه قلت الدكتور علي جمعه كتب لي انت هتعيشي 10 سنوات ومضى فانا حسيت قد ايه هي سعيده تتصادف الايام بعديها بكام شهر كنت بمر في المستشفى فوجدت الدكتور علي في وشي كان جاي زياره المريض فبقول له دكتور علي انت قابلت أنيسة في مجلس الشعب وقلت لها انت هتعيش 10 سنوات قال لي اه طبعا قلت له ليه؟ قال لي يا دكتور تامر عقل الباطن يا دكتور تامر لو هي أنيسة عارفه ان قدامها سنه ونص لو المرض مش هيعمل فيها
اشياء مش كويسه. الفكره دي نفسها هتقتلها. طيب هنا بقى دورك، انا هي حكيت لي كتير عن الدور اللي حضرتك قمت بيه، وكانت دايما تقول لي شريف شريف شريف، الله يكون في عونه شريف مستحملني، البنات. هنا دوركم بقى، انتوا كنتوا بتعملوا ايه علشان تخلوا المعنويات مرتفعه كل مره يرتد اليها الكانسر تبقى هي قادره تقف، وهي كانت ست قويه ومحاربه جدا، لكن انتوا كنتوا بتعمل ايه يا دكتور؟ لا، كنت بكبر النجاح الملي، اعمله متر الله عشان خاطر يبقى في امل في الملي اللي بعده، وكل ما نوصل ملي يبقى في امل في لدرجه الراس الموجهه. لما طلعت رحنا للدكتور تامر، يا دكتور تامر ده مع ده ونشتغل في على ده، مكلف اوكي، مكلف مش اشكال. ماشي، كل ملي امل يطلع او لا، وعلى رايها تقول وتتريق، يعني كانت بتقولها بتريقه، بيقولوا لي اه، ويقولوا لي يعني هو 20% بس، ما الابحاث شغاله، ما يعني ماخده الموضوع على ان هي هتبقى في الزون الناجي. عشان نوصل ان احنا نخليها في الزون الناجي دي، كانت الكل لازم يبقى ماشي على نفس البنات بقى، كانوا لازم. انت قعدت معاهم واتكلمت معاهم في ده؟ انا اتكلمت معاهم بعد، قبل ما نروح للعنتان اول يوم، لان كان الاول ما يعرفوش الاسبوعين ثلاثه الاولانيين دول. انا كنت ماشي لوحدي مع الدكاتره. انيسه عندها بنتين جمال ربنا يخليهم، واحفاد بقى كتير يعني. مع الدكاتره، سواء دكتور تامر او الدكتور الله يرحمه الجراح، كان في معرفه قبل كده بي، رحت له قال لي امشي مع الدكتور تامر وشوف هيقول لك ايه. هي فكره ازاي البنات كان يعني دورهم ايه في ان هم برضو يسندوها؟ هم كانوا نفسهم اي حاجه فيها امل انها حتى اشعاعات غلط كانوا يقولوا ممكن ممكن يعني. وبعدين الحنيه والحب لازمين مليون المية للمريض. طب يحس ان حد بيقول له، هي قالت وسط الكلام اللي هي قالته في كتابه، ان اللي بيحب حد يقول له انا بحبك ما يستناش لبكره. الله، لانها كانت حاسه ان كلمه بحبك دي، او الناس مهتمه بانها كير اباوت كل حاجه فيها دي، كانت يعني الحماس كله اللي بيشيط عشان يطلع طاقة إيجابية عندها. وأعتقد إن هي كمان لما سيدة انتصار كرمتها في قبل أيام من وفاتها دي أنا فاكرة قلت لي لا أنساها، مش بس الدنيا اللي طبطبت، الدولة اللي طبطبت عليها، مصر كلها طبطبت، مصر كلها طبطبت عليها. وحتى أنا الرئيس السيسي كرمها للمرة الثالثة يوم ما رحت استلمت التكريم ده في التحالف، لما اتأس التحالف بتاع الجمعيات كانت هي صاحبة الفكر، فالقايمين على التحالف جابوا الكلمة بتاعتها ونادهولي وقالوا لي لازم تيجي عشان. فقلت رئيس السيسي انت اتكرمتها ثلاث مرات، يوم ما اخترتها في مجلس النواب، ويوم ما السيدة انتصار السيسي كرمتها قبل الوفاة بأيام قليلة، أيام يعني اقول لك ايه، ثلاث ايام او اربع ايام، وقبل 48 ساعه من الوفاه حطت الشعار بتاع التحالف اللي تسجل لها باسمها. صحيح. دكتور تامر، دكتور شريف قال جمله مهمه وبرضو عايز اسال عليها السيدات، يعني الحب، فكره انك تقول للي انت للعيان ده انا بحبك وما تاخرهاش لانك ممكن بكره ما يبقاش موجود. الكلمه بحبك دي او الكير او الاهتمام دي، ده حقيقي بيدي المريض قوه ما للمقاومه. ده بكل تاكيد. انا عجبتني جدا 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 كلمتك لميس في افتتاحيه مؤتمر عام 2023. انت طلعتي على المنصه قلتي اجمل كلمه فينا كلنا، ازرعوا الهوب، اوعوا ما تزرعوش الهوب في نفوس المرضى. مؤتمر طبي بس انت قلتي كلمه which is hope.
هو الامل هو احنا الأمل. عايشين بالامل معاني كتير قوي ورا القصه دي. طبعا بتدفع اي مريض فور سرفايفل عشان يقدر يعني يتغلب على مشاكله. اماني يعني ياسر كان مهتم بالحب ولا مهتم بالدعم ولا مهتم بايه؟ بالنجاح ولا مهتم بايه؟ لا هو كان ياسر على طول مهتم ان احنا كاسره انا والولاد نكون معاه نكون جنبه، وكان لما يحصل حاجة حلوة لازم كلنا يقولنا عليها. يعني لما يروح لدكتور تامر وتبقى التحاليل كويسة، لا الحمد لله تحاليل كويسة، يبعت لنا على الجروب بتاع العيلة، وبعد كده لما يجي يفرحنا فاحنا نهلل وننبسط ونضحك وحاجات كده. وبعدين كنت أنا بجيب له أمثلة لمرضى عاشوا نفس الحالة وشالوا جزء كبير من الرئة برضو وعاشوا سنوات طويلة، لدرجة ان هو يعني جبت حد منهم وكان يعني اللي هو في الجيش سابق وبقوا اصدقاء بعد كده. الراجل ده الله يرحمه ومات بعد ياسر، عاش حوالي 20 سنة بعد العملية، بس كان بطل تدخين بقى وعاش نظام صحي وحاجات كده. فانا حد قال لي عليه فروحت واتعرفت عليه وقلت له حضرتك انا عايزاك تتعرف على ياسر. عرفته له، كان نموذج انا بتمنى ان هو يبقى زيه، حافظ على صحته زيه، يعيش ان يشوف في حد خف، يشوف ان في حد خف وكمل. دي بتبقى نقطه مهمه دي جدا، دي نقطه مهمه جدا. منال يعني فكره بقى الحب والاهتمام، انا متاكده انك كنت يعني مدلدقه الدنيا حب على اصلا. لا والله كلنا يعني الولاد وانا وهي الفكره ان انت حتى مش تقولي للمريض بس انا بحبك، لا يحس. قولي يعني انا بحبك، طب انا بحبك، انت مش مريضه انا بحبك. فكره ان اللي قدامك يحس انك بتحبيه دي بتدي امان، مش المريض والله بس. يعني انا عايز اقول لك انا كنت باخد امان من دكتور تامر، وكنت عارفه انه بيحبني جدا، وكنت عارفه ان هو لما بيقول لي سوري هو حقيقي موجوع. كنت باخد حب من اصحابي، باخد حب من اخوات اشرف، من اخواتي. ففكره يعني انا مش مريضه بس انا حقيقي، يعني انا كان وجود ابي عمرو مثلا عندي في البيت ومراته بيديني قوه، يعني ببقى ساعات نخه كده بس لا بقوى بكلمه حلوه. ففكره ان انت تحسسي للي قدامك انك بتحبيه دي حاجه حلوه قوي يا لميس، والله قوي. اسمحوا لي ان انا اخرج فاصل، وهي فعلا كانت كلمه انيسه برضو، قولوا للي بتحبوه سواء بتحبوه. مريض او غير مريض انكم بتحبوه، لانه احنا ما نعرفش الزمن ايه. هؤلاء الابطال انا بعد الفاصل هسالهم بقى هم كان مين بيسندهم، لان هم دول كانوا واقفين سند في أوقات صعبة جدا. طب مين كان بيسند الناس دي؟ فاصل ونرجع. مرة أخرى مع مناصري المرضى، المرة دي إحنا مع الناس الأبطال الذين يعني قضوا سنوات طويلة من الدعم للمرضى. هم بقى حصل لهم إيه؟ امتى حصل لك حاله انهياريه يا دكتور شريف؟ والله ربنا هو اللي بيقوي، وربنا اللي بيلهم بان الواحد ينطق انهي كلمه اللي جايه. كلها كانت كلمات امل. عمرك ما في وسط السكه دي انهارت بينك وبين نفسك؟ الحمد لله كنت بسند نفسي باي حاجه، باي امل الاقيه او مجري وراه واعمله مفاجاه، وان حاجه جديده وان احنا هنجرب دي وهنروح في حته. انت بتجيب الطاقه منين؟ من عند ربنا، من عند ربنا حقيقي. يعني ساعات الواحد اللي جنب المريض يستنزف يحس ان هو بلا طاقه. اصل المعزه بتقوي وبتجيب من جوه البني ادم اللي ما يقدرش يفتكر ان هو جوه نفسه. وانا عارفه ان حضرتك قلت انك كنت محظوظ، انك كنت انا زوجة. كنت محظوظ ان انا فعلا انيسه حسون، انا بعتبرها اسمها انيسه القلوب. الله.
لانها انيسة القلوب، في اي حتة راحتها حطت فيها رجلها كان كل الناس تأنس اليها. صحيح. يعني مستشفى مجدي يعقوب هي كانت من المؤسسين، من مجدي يعقوب من السكراتش. وانت حضرتي من المؤسسين، كان بتفحص في الارض وطلعت مجدي يعقوب، وكانت الناس اللي قايله على ان مجدي يعقوب قال لك ده خمس ست اشهر والدنيا هتروح، والحمد لله قعدت فيها سنين. احنا انا شفت مستشفى مجدي يعقوب وهي لسه على البلاط بتفتتح بافتتاح، يعني الناس كلها استغربت إن وجعها انها مشيت. ما دي حاجة ما نقدرش ننكرها، لأنها كان بتعتبر مؤسسة مجدي يعقوب بتاعتها. صحيح. هي اللي عملتها، هي اللي عايزة تشوفها، هي اللي عايزة تستمر فيها، ومش عايزة يعني كانت ممكن قوي أنها تسيب مجلس النواب مقابل أنها تفضل في مجدي يعقوب، لكن النصيب والظروف بس كملت. وبعد كده عملت مستشفى الناس وكان يعني لا وكملت وقدمت في مجلس النواب 3-4 قوانين، وعملت طبعاً حقوق المرأة، ودخلت في الحتة بتاعت أنيسة كانت عظيمة، القوانين المهمة اللي كانت عايزة تقدمها. عمرك رحت دكتور نفساني انت بقى حضرتك؟ الحمد لله لا. الحمد لله. الحمد لله لا. وكنت بقاوم ان انا اخش في حته الانهيار، لان لو انا انهارت صح مين وراي؟ هو بيخشى من الانهيار وراي. يعني انت السند، ما حدش ورايا خالص. وبعدين ده انا هنهار، هي هتنهار اسرع، والديتريشن هينزل باسرع ما يمكن. وانا كنت بلف بالتحاليل، كل تحاليل تيجي انتمر، وبعدين اروح الله يرحمه دكتور ياسر صلاح الدين، وبين اروح حسن متولي تلف على الدكاتره كلها، ربما كلها عشان اقول لها بصي بقى كله بيقول انك 100%، وكله بيقول ان نكمل في العلاج ده، والعلاج ده هو الاب تو ديت اللي حصل، وكله شغال على ان التجارب شغاله، واحنا هناخد احلى ما في التجارب. فكانت حتى من ضمن القفشات بتاعتها تقول لي وانا بقى اللي في الثلاثة المية اللي هيطلعوا، مش كده؟ يعني بتتريق بس على اماني. يعني عمر كان في لحظة انهيار في مسيرة ياسر؟ انا لغاية دلوقتي مش مصدقة ان ياسر مش معانا في البيت ولا في الحياة. انا بكلمه وهو عايش معانا، وكل حاجة بقول لهم بابا بيقول الولاد كذا. تأثروا دور الاولاد، كان الولاد احنا لغاية دلوقتي مش مصدقين. يعني احنا طبعا ناس مؤمنين بربنا وسبحانه وتعالى، لكن ياسر ما غابش عن البيت. انا لغايه النهارده بقول لهم اصل بابا مش عارفه ايه، اصل كرسي بابا على السفره زي ما هو، اصل حاجه بابا زي ما هي. هو معانا ما سبناش. ما احتجتيش انت بقى مسانده؟ ما ينفعش، لان انا اللي شايله البيت والولاد، والولاد في مراحل كانت تعليميه مختلفه، فما ينفعش ان انا انهار. لو انا انهارت البيت كله ضاع. وهو كان حريص دايما، يمكن من الكلمات اللي كان دايما يقولها لي بقى وانا ما انتبهتش ليها غير بعد ما مشي، يعني انت ربيتي ولادك كويس قوي يا اماني. الحمد لله. فكان دايما يقول لي كده، وانا اقول ايه اللي حصل لك يا ياسر؟ انت بتقول كده ليه؟ يعني ما احنا مربينهم مع بعض. فيقول لي انت ربيتي ولادك كويس قوي يا اماني، انا مبسوط منك، انا فخور بيكي. حاجات كان هو يقولها لي عشان يقومني، يعني هو حاسس باللي انا فيه من غير ما اقول. منال لسه كنا في البريك بقول لك لازم ترجعي تشتغلي، ولازم انت مخرجه مهمه ولازم ترجعي تشتغلي. 9 اشهر طبعا يعني يمكن وقت قليل. امتى حصلت لحظه الانهيار لمنال الصيفي؟ يعني لا الحمد لله. لا انا كويس. انت كويس؟
في بتحتاجوا على فكره الدعم النفسي ده دعم مهم يعني مش والله يا لميس انا كويسه وربنا معايا وولادي معايا وما ينفعش تنخي يعني انت عندك انا لسه عندي مشوار فانا عايزه اوصل بيهم لبر الامان فانا والله كويسه قوي الحمد لله. الحمد لله دكتور تامر كلمه اخيره مش بس للنماذج العظيمه اللي موجوده معانا لدعم المريض بشكرك جدا لميس ان انت النهارده في الحلقه اتحتنا الفرصه ان احنا نتكلم في الجوانب الانسانيه ده هي يعني جوانب مهمه جدا احنا نطرحها برغم انها ممكن تكون صعبه على بعض المشاهدين ولكن جوانب مهمه جدا دعم المريض شيء مهم جدا بيجي زي ما الشريف قال بعض احيان ربنا بيلهم الشخص المسانده اللي بتخليه يقوى لان لو حس انه تهز مش هيقدر يساند بالقدر المستطاع نعم. احنا كاطباء طبعا لازم يكون عندنا قدر جيد من التفاهم ان العلاج ليس علاج لاشخاص ولكن لانسان مش لأرواح. اسم ارواح نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل شيء انت بتقدمه وبشكركم دكتور شريف ناجي من الصيفي اماني درغام انتم اصدقاء ويعني ذكرى الراحلين ستبقى طبعا دايما طبعاً. موجوده ويمكن النماذج اللي كانت معانا يعني اللي سندوهم رحلوا لكن في نماذج اخرى كثيره من المسانده ونجحوا والناس قدرت تكمل اي مرض محتاج مسانده لو انفلونزا محتاج مسانده والدعم في البيت هو اول سند واول دعم فارجو ان نبقى داعمين لبعضنا البعض بشكركم وبحييكم هذه لميس الحديدي صباح الخير